ويستمر الحوار ويطرح السؤال حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تمت الدعوة إليها بدءا بتقديم أوراق الترشيح ثم قيامها على عدة مراحل. السيد الرئيس محمد مرسي أجرى حوار تلفزيوني مهم مع الزميل الإعلامي الأستاذ عمرو الليسي في قناة المحور. هذا الحوار كان حوالي ابتدى الساعة 4 الظهر يعني تم تسجيله، وما زلنا بانتظار أن يذاع على قناة المحور وعدة قنوات، ولكن نشرت بعض الأجزاء منه على عدة وسائل منها وكالة أنباء الشرق الأوسط. جاء في أهم فقرة وهي دي اللي لها علاقة بما نتحدث به الآن، أنه دعا الرئيس محمد مرسي جميع القوى السياسية لجلسة حوار وطني غدا الاثنين 25 فبراير لمناقشة ضمانات العملية الانتخابية وزالت بمقر رئاسة الجمهورية. وأكد الرئيس مرسي حرصه على شفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة. ماذا يعني ذلك دكتور عمرو؟ يعني تجديد للدعوة، وهي الدعوة تكررت أكثر من مرة، ومواقف الأطراف المختلفة من الدعوة كانت بالقبول أو الرفض أو البحث عن مقومات للإنجاح. علينا أن ننتظر لنعلم هل الرئيس وهو يدعو إلى جلسة للحوار الوطني بشأن ضمانات الانتخابات، هل تحدث عن أمور أخرى، هل تناول بعض مقومات إنجاح الحوار التي تحدثت عنها أطراف سياسية بعناية كجبهة الإنقاذ وغير جبهة الإنقاذ. لكن الأمر بكل تأكيد وبصورة موضوعية، بالتأكيد الحوار بشأن ضمانات لنزاهة الانتخابات مسألة هامة، وهو هام أيضا حتى وإن كان موقف بعض القوى السياسية وعدد من السياسيين المقاطعة. أنا أعتقد أن علينا أن نتعامل إعماد مع الأمر باعتبار أن لا يمتلك أحد الحقيقة المطلقة، وأكثر أسئلة السياسة صعوبة ولا يمكن معها ادعاء الصواب الكامل أو الخطأ الكامل لاختيار ألف أو الاختيار باء. أكثر أسئلة السياسة صعوبة هي المرتبطة بتقييم مبدئي، كما أشرت تقييم مبدئي القواعد العملية السياسية، هل يصلح معها المشاركة أم لا يصلح معها المشاركة. بالتأكيد حوار حول ضمانات النزاهة يرفع من إيجابية طرح من يقول مشاركة بين صفوف المعارضة، لأن المعارضة تتحرك في مستويين، مستوى بيقول أن قواعد العملية السياسية في المجمل غير صائبة، نبتعد ونعدلها من الخارج، وهنا التحدي أن تقدم كيف ستعدلها من الخارج، ومجموعة أخرى كما تمت الإشارة بالفعل تتحرك من داخل العملية السياسية وتريد الحصول على أفضل الشروط. سؤال بسيط بس بالبلدي كده، عشان يعني أنت عارف أنا فهمي محدود على قدي، فبحاول أتعالج من هذا الموضوع. سؤال، هل إذا ذهب الناس إلى اجتماع غدا في رئاسة الجمهورية وطالبوا بشروط منطقية، هل تعتقد أنه من الممكن الاستجابة إليها فبالتالي تسير الأمور بسلاسة، أم سيحدث وهنا بقى التفكير التآمري أنه الناس تيجي وتتكلم وبعرضه تطلع التشريعات أو القواعد المنظمة للانتخابات كما يريد فصيل واحد فقط؟ طيب، هو في المطلوب بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات مرة أخرى هناك مدرستان توجهان. في توجه بيتعامل مع ضمانات نزاهة العملية الانتخابية بصورة تتجاوز العملية الانتخابية، بمعنى عندما تتحدث، وأنا يعني من بين الذين يدافعون عن هذا، عندما تتحدث عن أن النائب العام ينبغي أن يعين نائب عام جديد وفقا للمعايير المنصوص عليها في الدستور، تريد أن تدعم استقلال السلطة القضائية التي تحتكم إليها حين التنازع، أو تتحدث عن الحكومة المحايدة، أو تتحدث عن ضمانات أخرى، أنت هنا مدرسة تتجاوز ما حدود فوق الإجراءات المعتادة، ما فوق إجراءات الانتخابات بمعناها الكلاسيكي. تمام؟ وهذا أمر أعتقد أن له درجة من المصداقية، خاصة في حالات دول لم تستقر بها العمليات السياسية بعد. هناك مدرسة أخرى هي الضمانات المرتبطة بالعملية الانتخابية. هذه الضمانات ما هي؟ أولا في الحالة المصرية إشراف قضائي كامل، مراقبة داخلية، رقابة دولية، وإن كنا نخلط في النقاش المصري بين الرقابة الدولية
وبمعنى منظمات مجتمع مدني دولية أو منظمات غير حكومية دولية وبين الرقابة الأممية أي من الأمم المتحدة أو هيئات دولية تراقب، لكن إشراف قضائي، رقابة مراقبة داخلية، مراقبة دولية، وجود إعلامي، ضمانات متساوية وعادلة لجميع أطراف المشاركة في العملية الانتخابية بمعنى عدد من المندوبين، عدد من الأعضاء الممثلين وما إلى ذلك، وضمانات متعلقة بكيفية الإعلان عن النتيجة، وفي ضمانات استباقية بالمناسبة لها علاقة بجداول الناخبين وتنقية جداول الناخبين، والمناسبة الدستور المصري بيشير إلى جداول السكان وليس جداول الناخبين من بعض المآخذ على القانون الحالي يعني، لكن في مدرسة تانية عماد، وبالتالي أنا كنت أحاول أن أصل إلى هذه النقطة. هناك من سيجد في الدعوة للحديث عن ضمانات نزاهة الانتخابات إن كان الرئيس يعنيها بصيغة الضمانات المرتبطة بالعملية الانتخابية فقط، من سيجد بها أكثر من مبرر جيد للذهاب للحوار، وأصحاب المدرسة الأخرى الذين يريدون أن يتجاوزوا الانتخابات بمعناها الضيق لقواعد العملية السياسية قد يجدونها غير كافية ولا يذهبون للحوار. وهنا ليس بصورة تأمرية، مسألة تقدير، وبالتالي أنا أؤكد مرة أخرى أن الاختلاف في التقدير لا يعني أن لا طرف يحتكر الحقيقة المطلقة ولا أن طرف يتآمر. جاوبت دكتور معتز؟ أيوه فهمت. هو احنا عندنا معضلة في الموضوع ده، خلينا نقول في دراسة حديثة كانت بتتكلم حديثة نسبيا عن المقاطعات في العالم، فرصدت من سنة 90 لسنة 2009 171 حالة مقاطعة على مستوى العالم. 172 تنسيت واحدة. والله فندم أنا ماشي بالدراسة فحلك لو كنت بتعد معهم ده موضوع تاني. فالمية واحد وسبعين دي بتقول لنا عليهم بقى الحكم القطع اللي هتتم السنة. أنا ماليش دعوة، أنا بتكلم على 2009 أنا ماشي بالكتاب. فالمية واحد وسبعين حالة دي عدد الحالات اللي كان فيها نجاح حقيقي كان كم؟ كان قليل قوي، كان فقط 4%. ليه؟ في شروط معقده عشان تنجح المعارضه، وهنقول يعني لو حضرتك عايز تفاصيل اقول لحضرتك تفاصيل يعني. قول. فليه بنقول 4% بس؟ عشان المقاطعه تنجح انت عايز تحقق 4 أهداف. اولا تكون المعارضه فعلا هي اللي هي الشعبيه الاكبر في الشارع. ده الشرط الاول. فالشرط الثاني مقابل ان يكون اللي مال في الحكم للشعبيه الاقل، يعني عايز هم شرطين لكن كانهما حاجه واحده. يعني حاجه واحده. الحاجه لا استنى 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 بس استنى بس. حاضر. استنى. أنا هي لو المعارضة هي اللي ليها الشعبية الأكبر في الشارع طب السؤال طب ما بتحكمش ليه؟ لا طب كويس، لا جميل. لا هو اللي حصل ايه مثلا؟ يعني حاجه حضرتك حاله مثلا تايلاند مثلا، يعني ما سمحت حاله ما يجي يعني مش ما هو كائن ما يمكن ان يكون يعني انها ان من هو في السلطه وصل لنقطه سواء يعني لو كان مبارك وصل للسلطه فبقى شعبيته تراجعت بشده وجت احزاب. هو الحقيقه ده اللي حصل في مصر 2010 ان جاء بقى فجاه بقى في زخم شعبي ضد اللي في السلطه، وانه الناس ايدت المعارضه رغم انها مش مقتنع قوي بالمعارضه دي، لكن جت قالت لك هو ما هو البديل ان احنا نضحك علينا تاني وبقى يجي جمال مبارك. وساعتها انا قلت التزويث، التزويث اللي هي التزويث اللي هو التزوير المفضل التوريث، فده اختراع جديد. قلت احنا كده كنت حياتنا كلها يا تزوير يا توريث، انما احنا فجاه بقينا بنعمل الاثنين مع بعض عشان بنعمل حاجه غير مسبوقه في جمهوريه وبتورث فيها، فانت لازم تزور الانتخابات عشان تعرف تورث في حياتنا السياسيه. فالتزويف ده الشعب رفضه تماما، فبتنا بقينا حاله فعلا فيها انه ان من هو في السلطه فقد شرعيته. حاله مثلا تايلاند هو عمل 95 كسب الانتخابات انما شعبيته تهورت جدا لغايه انتخابات 99، فبالتالي حصل تدهور في شعبيه اللي في السلطه وزادت شعبيه المعارضه. طيب في شرطين تانيين قلت لي 4 شروط. الاول قوه المعارضه، 2 ضعف الحكومه، 3 ان تكون المعارضه نجحت تسوق للشعب. طب ضعف الحكومه انت عديت على ضعف الحكومه؟ لا يعني قصدي ضعف الحكومه ضعف شرعي، ضعف بمعنى ان الحكومه مش قادره تقنع الناس بليه ان المشاركه ضروريه وانه في امل لان احنا في الحكومه الجديده هنختلف عن الوضع السابق. هي اتعاملت مع يعني هو ده دايما الغلطه اللي بيقع فيها من هو في السلطه، وده الغلطه اللي اتمنى الدكتور مرسي هو ماشي فيها الحقيقه، بس اتمنى انه ما توصلش المساله اخر مدى ان هو بيعتقد لا انا الشارع معايا، انا الشعب معايا، وانا المساله كلها شويه ترتيبات مؤسسيه ونعمل انتخابات والناس خلاص هتحبني والموضوع هيستقر. لا، في دايما افتراض خاطئ عند من هو في السلطه، ده اللي خلاص بيسقط نظامه، ان كل المعارضه دي كلها 5000 واحد 10000 واحد، دول ربع مليون واحد، دول نص مليون واحد، دول مليون واحد، وبقيه الشعب معايا. لا، ما هو المليون واحد دول هم عاملين، معلش حضرتك بقى استاذ تحاليل سامحني كده، نقول ايه الخلايا النشطه اللي في الجسم ممكن توقع الجسم كله، مش لازم تكون كلها يعني الجسم كله أصيب بنفس المرض. طب النقطة الثالثة؟ النقطة الثالثة إنه يكون في دعم شعبي للمقاطعة، إن المقاطعة
كاداء ناس لان المقاطعه ما تبقاش بس مقاطعه انتخابات، هي بتبقى عصيان مدني اللي بقى زي اللي احنا بنسمعه ده، ناس مظاهرات جماعيه في رغبه عدم رغبه في التعامل مع الحكومه، ابتدت انشاء حكومه بديله، مش الناس مش عايزه تتعامل مع مؤسسات الدوله، وده مثلا حاله فوجيموري في بيرو، ده كانت مساله اشبه بكانه خلاص فوجيموري ده لوحده كده بيحكم ليما، بيحكم العاصمه وبقيه الدوله كانها مش معاه. حاجه رابعه ان يكون في دعم اقليمي ودولي للمعارضه، بمعنى انه خلاص بقى في تصور انه الامور ماشيه في سكه ان اللي في السلطه مش هيقدر يكمل في السلطه. في الحالات ده يعني مثلا انا بتكلم عن بنجلاديش، بتكلم عن تايلاند، بتكلم عن بيرو، بتكلم عن الكاميرون في 96 برضو، دي حالات محدده. طب انت بالوضع ده ليه اصلا، انا بدور السؤال الحقيقه للحريه والعدل، انت ليه اصلا حاططنا في المحك ده يا سيدي؟ خد القانون اللي يطلع من المعارضه زي ما هو، خده هو ما تغيرش في حاجه، خدوا كده وهو ده، ابصم عليه قول لهم انا موافق على انتوا، وانزل الانتخابات، انزل الانتخابات بشروطه. يبقى انت كانك ضمنا بتحمله المسؤوليه، مش انت عايز ضمانات، اكتب الضمانات دي وانا هبصم لك عليه، وانزل وقوتك في مجد قوتي. اذا كانت الحجه انك انت ما عندك ان احنا بنزور الانتخابات، انا همنع تزوير الانتخابات بقراراتك وبارادتك ووفقا لوصفتك وباشرافك. وللامانه ودي لازم اقولها، بص حضرتك، وانا ارجو ان الاصدقاء يعني ما يزعلوش مني، ربنا نجى البلد دي في الدستور من انه يتأخون او يتسلفن. انا بقولها بوضوح سديد، انا بقى الكلام ده من الاخر في حاجه، وانت كنت معانا في الجامعات، وانا واحد من الاسباب اللي خليتها اكمل لغايه الاخر. هل في حاجه في الدستور ده بتمنع واحد يساري انه يوصل للسلطه؟ الاجابه لا، فيما اعرف لا. هل احنا عندنا حاجه زي مجلس تشخيص مصلحه النظام ولا مجلس صيانه الدستور اللي موجودين في ايران؟ لا. هتقول لي اشراف قضائي كامل؟ هقول لحضرتك الانتخابات على الورق متحزمه متحزمه. في حاجه في امريكا اسمها جيريماندرينج. جيريماندرينج يعني ايه؟ يعني اللي في السلطه يقدر يغير الدوائر الانتخابيه بما يخدمه. ده حتى دي مبقتش موجوده، مش موجوده بالشكل ده، لان المحكمه الدستوريه العليا بتشرف على هذه المساله، تقول لك ده ينفع وده ما ينفعش، ده تكافؤ فرص، ده مفيش تكافؤ فرص. طب الدكتور عمرو، بس الدكتور، ما انا هقول حاجه بس اخيره، يعني هو ابتدى يعني يتنفس بصوت عالي ويتململ. لا بس فانت عايز تعقب، كنت عايز خلي المعتز كمان اقول. طيب بس هتلاقي حضرتك عندك المحكمه الدستوريه العليا بتيجي تقول لك كده، القانون ده مش قانون بتاع حد ضد حد، لانه هو لفكره الرقابه المسبقه كده. هتيجي تقول لي جم راح قضوا مجلس الشورى، ومجلس الشورى ما سمعش الكلام. طيب ما انت ارفع قضيه امام محكمه القضاء الاداري، قضاء الاداري بعته تاني المجلس، المحكمه الدستوريه، هترجع تاني تعمل رقابه سابقه لاحقه، حتى لو ما فيش في الدستور رقابه لاحقه. يعني لازم في كل الاشراف قضائي كاملا، ده المفروض على الورق. انت بقى عندك، ما انتش واثق في القضاء، انا ما اعرفش اجيب لك مين، ما فيش حكام اجانب بقى يعني. لو كان اقول اخر حاجه بس، لو وصلت معتز دخل مجلس الشعب او مجلس النواب، ترفع قضية عليا قدام محكمة النقض، محكمة النقض تقول الجدع ده دخل بالتزوير يطلع بره، طب انا عبيط لو انا دخلت الانتخابات وازور وفي الاخر عشان اقعد 90 يوم واطلع. اخر حاجة محكمة العدالية العليا تقدر انها تحكم ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات، عكس فكرتك لما كان قرارات اللجنة الانتخابات الرئاسية محصنة، لا ما بقتش محصنة. اذا يعني انا اتصور ان على الورق في ضمانات كفاية. طيب دكتور عم، انا متفق مع بالمعنى الاجرائي، بالمعنى اللصيق بالعمليه الانتخابيه، ان هناك مجموعه من الضمانات متوفره الان لم تتوفر من قبل، ونجافي الحقيقه ان لم نقل هذا. بالمعنى الاجرائي الضمانات اللصيقه بالعمليه الانتخابيه متعلقة بالمنافسة الانتخابية وإدارة المنافسة الانتخابية بصورة بها على الورق عدل وحيادية، هذه الضمانات متوفرة، وإجراءات استباقية وإجراءات لاحقة تسبق العملية الانتخابية وتلي العملية الانتخابية. المعضلة تأتي على مستويين آخرين. المستوى الأول هو من يدير هذه الأمور. هناك شق متعلق بالسلطة القضائية والأجهزة القضائية لا تعليق عليه، وهناك ثقة لدى الرأي العام المصري في انتخابات يشرف عليها القضاء بالكامل، وهناك شق متعلق بالسلطة التنفيذية، هناك شق متعلق على سبيل المثال في قانون الانتخابات بالسلطة التشريعية التي وضعت هذا القانون، هناك ثقة محدودة فيما ستطلع به السلطة التنفيذية. وهنا بالمناسبة مغزى الحديث عن الحكومة المحايدة، أنت تخشى من أن توظف مؤسسات الدولة أو أدوات الدولة لدفع مصالح فريق على حساب فريق آخر. والشق المتعلق بالسلطة التشريعية، نعم لا يوجد جيري ماندرينج في مصر، ولكن في تقسيم الدوائر هناك معايير موضوعية، ولكن برضو هناك مساحة من المصالح الحزبية موجودة، وأنا أدعو الجميع لقراءة تقسيم الدوائر الذي تم الآن.
يمكن أن يؤول في الكثير من الحالات باعتباره موضوعي بالكامل، وفي بعض الحالات تجد أن الدوائر التي صوتت بلال الدستور تم تفتيتها. يعني هناك قراءات متعددة، بس أنا أقول لك أن الشق القضائي المرتبط بعمل السلطة القضائية في الانتخابات لا تعليق عليه. أما ما تقوم به السلطة التنفيذية أو ما يقوم به مجلس تشريع يضع قانون الانتخابات، هناك مساحات من القلق. الأمر الثاني أيضا في العملية الانتخابية وما يتجاوز، مصر بلد لم يستقر بها بعد بناء المؤسسات، ولم يستقر بها بعد التعامل بديمقراطية مع آليات وأدوات بناء المؤسسات الانتخابات وغيره. كم من الأفضل أن نذهب للانتخابات كما ذهبنا لاستفتاء الدستور ونحن في حالة من التوافق الوطني؟ كان من الأفضل أن تشعر المعارضة أن بالفعل يستمع إلى ما تطالب به؟ كان من الأفضل إتاحة الوقت في بعض الحالات دون تكسير في جدول بناء مؤسسات هام؟ هل لم يكن في الإمكان يعني الاستماع لوجهة نظر المعارضة بصورة أفضل، سواء تعلق الأمر بالدستور قبل أن نصل الاستفتاء أو تعلق الأمر بقانون الانتخابات الآن؟ الشعور بأنك تستبعد أو بيتم تهميشك أو أنك غير صاحب القرار وصاحب القرار في مكان آخر أو بيفرض عليك مؤلم ويدفع للتفكير في المقاطعة. بكل تأكيد أنا مع معتزف أن الشروط الأربعة بالفعل هي ليست معنى في الحالة المصرية. شعبية كاسحة للمعارضة تجافي الحقيقة إن قلت هذا. هناك حالة من يعني محدودية الرضاء الشعبي عن الحكم، ربما شعبية تراجعت إلى حد ما، لكن هل فقد الشعبية بالكامل؟ لا أعتقد، ليس لدي مؤشرات محددة. الوضع الإقليمي والدولي بالتأكيد في حالة مصر بالذات إقليميا ودوليا على تعقد الأوضاع، الجميع يريد أن تستمر التجربة حتى وإن شعر بعدم ارتياح البعض المحدود. ولكن دكتور يبقى الاحتمال الأرجح هيحصل إيه؟ يبقى الاحتمال الأرجح في الحالة المصرية، الاحتمال الأرجح أن أنا أمام مكونات لو تمكننا من توسيع ضمانات نزاهة العملية الانتخابية لاجتذاب من يرى أن العملية السياسية غير عادلة، إقناع أن هناك إمكانية للتعديل ولو محدود، إمكانية للتغيير المستقبلي، إمكانية لشراكة وطنية، قد يتشجع قطاع واسع من المشاركة. لكن الواقع الآن أننا سنكون مع ثلاثة مواقف: طرف سيشارك بالكامل هو بيرتبط بأحزاب وطيارات الإسلام السياسي، الإخوان والطيارات السلفية والأحزاب القريبة خلال العامين الماضيين من هذين الفصيلين كالوسط وغيره وغيره. طرف سيتأرجح بين المشاركة والمقاطعة، البعض سيشارك والبعض سيقاطع، وطرف يعني سيدعو سيطلق حرية الاختيار، بمعنى فلتفعل يا ناخب ما تشاء، ربما حزب يقول يعني لن أرشح قوام مستقيم. التقليدية بتاعت تفتيت المعارضة، تفتيت طبعا التفتيت هذا هو اللي بتحصل كل مرة، هذا هو مقال حضرتك في الوطن النهاردة. طب هنا بقى نحاول نفهم من الدكتور حلمي، حضرتك كنت قلت لي في الاستراحة ان كان ليك مقال اتكلمت فيه تقريبا عن 8 قوائم هتنزل او اكثر، نعم. حسب رصد حضرتك صحيح. تقدر تشرحهم لنا بالتفصيل عشان نستأنس يعني بهذا الرأي؟ يعني ما بدأت جبهة الانقاذ وبدأ للمتابعين انها مناوئة وسوف تقاطع الانتخابات الا ما يحدث كذا وكذا وكذا، وحينما تشكل حزب من تيار السلف ايضا قلت بوضوح ان جبهة الانقاذ سوف يخرج من رحمها على الاقل 3 قوائم سوف تشارك في الانتخابات ايا كانت الظروف. اول هذه القوائم، وانا مسؤول عما اقول كلمة قائمة باسم حزب الوفد. حزب الوفد لديه ماضي عريق واسم تسميه تريد مارك، علامة تجارية كبيرة، لا يريد ابدا تحت اي ظرف من الظروف ان يضحي لا بتاريخه العريق ولا باسمه التجاري المؤثر. ومهما عملت جبهة الإنقاذ أنا بقول لحضرتك حزب الوفد سوف يشارك في هذه الانتخابات قولا واحدا، ده في توقع الخاص. اثنين، إن بعض مكونات اللي ما يكون كل مكونات الكتلة المصرية في الانتخابات الماضية، حزب المصري الديمقراطي، حزب الأحرار المصريين، حزب التجمع، قطعا سوف يشاركون بعينهم لو الرمز بتاعهم يعني بعمل لهم ترويج اهوت من دلوقتي. والقائمة الثالثة هي قائمة يسارية قد تضم التحالف الاشتراكي ومعه بعض الأحزاب اليسارية الأخرى. هذه طب التيار الشعبي الأستاذ حمدين صباح، التيار الشعبي، التيار الشعبي ليس حزبا، نتفق على ذلك أولا رسميا يعني ليس حزبا رسميا، ومن ثم لا يحق له رسميا برضو التقدم باسم حزب التيار الشعبي، ما فيش حاجة اسمها التيار الشعبي، بس ينزل قائمة مستقلين، لكن ينزل مستقلين ويبقى اسمهم ايه ما اعرفش ساعتها، لا يعني يمكن ان تاخذ اسم تيار شعبي ان كانوا ارادوا، ممكن، وساعتها هنا قانونا ممكن. واتصور لجنه الانتخابات هتدوم رمز واحد موحد على مستوى الجمهوريه ولا لا،
هي اخذت رمز العين خليتها الكتله المصريه انهم كانوا موجودين بالفعل احزاب رسميه، انا ما اعرفش في الحته دي. لكن التيار الشعبي بعض رموزه هيشاركوا حتى وان كانوا على ايه شكل مستقل، بس انا قلت الثلاثه الاساسيين اللي انا متاكد منه. ناتي الى التيار السلفي، حزب النور واضح هناك اتجاه، مش اتجاه اصبح اظن هو يعني كاد ان يكون قرارا، سوف يشاركون والمنافسه على كافه المقاعد فردي وقوائم. كذلك حزب الوطن، الجماعه الاسلاميه بحزبها بناء والتنميه مع بعض الاحزاب السلفيه الاخرى، على فكره في عدد من الاحزاب السلفيه يصل الى 8 في مصر اللي خد لهم رخصه، في حاجه 20 حزب ديني او حزب. انا بتكلم على سياسي، بتكلم على السلفيين تحديدا. فاذا قدامنا كمان ثلاث قوائم، حزب النور، حزب الوطن، حزب بناء والتنميه، ده الا لم يكن في حاجه ثانيه، ادي ثلاثه. حزب الحريه والعداله طبعا هينزل في قائمه واضحه وطاحت المعالي. حزب الوسط في الانتخابات السابقة نزل باسمه حريصا على أن يروج لاسم حزب الوسط، وهو الآن أشد حرصا على الترويج لأن له رموزا قد لعبت دورا واضحا في الحياة السياسية، فلا يمكن أن يخسر هذا الترميز الذي حدث، فسوف ينزل بالقائمة. وصلنا كان دلوقتي 8 أضف إليهم التاسعة وربما العاشرة. حزب مصر القوية لا يمكن أن يفرط فيما ناله رئيسه في الانتخابات الرئاسية، ده حل رابعا بنسبة حوالي 18-20%، ده رقم يعني يغري، كونهم هياخدوه هياخدوا أقل منه أكتر منه لكن رقم يغري. يبقى مصر يبقى الحرية والعدالة يبقى الحرية والعدالة، أنا قلت الحرية والعدالة نازل. يبقى مصر عمرو خالد، كان عندي معلومات إن هو كان بينسق مع جبهة الإنقاذ، بعض المرشحين على قوائمه تمردوا على هذا التنسيق، قالوا اما ده بشكل مباشر، انا عارف كلام بشكل مباشر، مش حد قال لي لا، بشكل مباشر، اما انك تنزل معاك كده احنا راضيين بيك ومعاك، لكن لا تضع يدك في بعض في يد بعض الرموز من جبهه الانقاذ. يبقى احنا امام 10، ده غير بقى قوائم مستقلين، ممكن تنزل قوائم مستقلين، احنا امام على الاقل 10 قوائم على المستوى القطري. في بقى ممكن قائمة تأتي للعائلات الكبيرة، مش هدفها تنجح بالقائمة كلها ولا باثنين، ده يبقى واحد عايز ينجح ومثلا عائلة كبيرة في محافظة فيوم لامم 10 أو حسب القائمة مكام، ويبقى هو على رأس القائمة ويفوز، إذا ضاقت عليه الدائرة الفردية، إذا لقى فيها المنافسة صعبة، يقول لك لا، فده ممكن تحصل، بس هتبقى سبوراديك، حالات متفرقة في أماكن متعددة. إذا هذا والحال هكذا، فمعلش أين المقاطعة؟ أين؟ نفس السؤال للأستاذ صلاح، تفضل سيد. طبعا هو انا ما زلت اصر على ان بكره في حوار وطني رئيس بدعو اليه، وانا اتمنى واطالب القوى السياسيه ان تذهب الى هذا الحوار. تعتقد حسب معلوماتك او معرفتك انه هيبقى في استجابه؟ من مؤسسه الرئاسه؟ لا، ان مؤسسه الرئاسه هي وجهت الدعوه. وجهت الدعوه. اولا اللي وجهت اليهم الدعوه هيحضروا؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، اذا حدث الحوار والطرف الثاني جه، هل سيكون نوع من الحوارات اللي هي ممكن تنتهي الى النتائج ام لمجرد الاستماع؟ لا، لو حضرت القوى السياسيه باختلاف اطيافها الحوار الوطني غدا سيسمع لكلامهم، وانا اجزم بذلك. ان المره الاولى والمره الثانيه نفس الاحزاب حضرت، هي نفسها حرية العدالة والنور وبناء والتنمية والوسط وغاد الثورة والحضارة، مصر قوية أحيانا. لا لا لا، الحضارة ودكتور باكينام وأيمن علي والرئيس المجموعة دي تكررت مرتين في الحوار، الحوار الأول اللي قعد 7-8 جلسات مع مسؤول محمد مكي، وتكرر الحوار الثاني نفس الأحزاب. إذا كان الحوار بكرة هيحصل نفس الأحزاب يبقى مفيش نتيجة، فإحنا محتاجين نفعل مبادرة حزب النور اللي احنا طالبنا فيها ببعض البنود اللي احنا عشان نحرك الحاله السياسيه في المجتمع، لازم الناس تتحرك. طب لمن لا تسعفه الذاكره في نقطتين ثلاثه، ايه اهم مبادئ مبادره حزب النور؟ كان من على راس الـ المطالب مساله حكومه ائتلاف وطني في هذه المرحله بالذات. قد نختلف وقد نتفق حولها، انا لما حضرنا المبادره في حزب النور ما كانش متخيل ان احنا كل الناس هتوقف على المبادره كلها. انا حطيت المبادره كان فيها بنود مهمه جدا، مساله حكومه ائتلاف وطني في المرحله دي بالذات. المرحله دي بالذات حضرتك بالكلام مكرور بقى متكرر
ان مصر اكبر من اي فصيل. مصر في هذه المرحله فصيل واحد لا يكفي فيها في هذه المرحله. يعني هي مصر اكبر من حلول العداله، واكبر من النور، اكبر من جماعه الانقاذ، اكبر من حزب الوسط، حزب اكبر من اي فصيل. ده انا عايز اقول حصل اصلا ان مصر اكبر من الطرد الاسلامي كله مجتمع في هذه المرحله. المرحله دي بالذات حتى الطرد الاسلامي كله مجتمع في هذه المرحله لا يتحملها وحده. لازم يكون فيها طرد اسلامي وليبرالي وعلماني ويساري، يعني التشكيله اللي في المجتمع دي تخش في هذه المرحله تقعد وتتالف عشان تطلع رؤيه. لان اللي بيحصل ده مش هينفع. فلازم حكومه ائتلاف وطني. الحكومه اللي موجوده مع احترامنا الشديد ليها والافراد الحكومه اللي موجوده حكومه لا ترقى انها تقود مرحله انتقاليه في المجتمع. صعب. وسيبني بقى من حتى انا قدامها شهرين وثلاث شهور وشهر ونص وكلام، نقول اصلا ده المساله احنا بنتكلم في حاله سياسيه مختلفه. احنا انا ما بقولش على شهرين. يعني انا من الحاجات العجيبه حضرتك الحكومه اللي موجوده دلوقتي بنتكلم يا جماعه الحكومه دي لازم ائتلاف وطني، يقول له ده الحكومه قدامها شهرين وتمشي. في نفس الوقت الحكومه بتاخد قروض. طب ما انت اصلا انت ما انت ماشي تاخد قروض، ليه بتعمل قروض دلوقتي وهتحمل غيرك مسؤوليه وانت ماشي ماشي في القروض؟ يعني كانها قاعده طول العمر. وفي الحاله السياسيه لا اصلا شهرين وماشي. في تناقض في في المفهوم. فاحنا شايفين ان هذه الحكومه في المرحله دي عايزه حكومه انتقاليه تجمع كل القوى السياسيه. القوى السياسيه عندها يعني نوع من التشكيك. الانتخابات الجايه ممكن ما تكونش نزيهه قوي عشان في فصيل واحد بيسيطر على الحاله السياسيه. مش ده موجود؟ طب ما انا ازيل التخوف ده، ايه المشكله؟ الحكومه دي لو سالنا دلوقتي الحرمه العداله الحكومه دي تمثلكم؟ يقول لك لا ما تمثلناش. طب ما تمشيها. لا لا ما تمشيش. طب ما هو يعني انت يعني انت متشبس بيها ليه؟ ما هي اصلا مش حكومتك دي. لو حكومه حزب النور مثلا وانا في السلطه لا همسك فيها، دي حكومتي. الحكومه دي مش حكومتك. طب ما نخليها نعمل حكومه ائتلاف وطني؟ لا لا اصلها شهرين ومش هينفع. ففي صوره من الصور اللي هي بتعمل تشكيك عند القوى السياسيه الموجوده في المجتمع. ما هو الناس قلقانه، الحكومه دي قلقانه يا جماعه. فيا استاذ الرئاسه يا جماعه احنا الحكومه دي احنا قلقانين منها عشان ممكن يحصل مخالفات في الانتخابات اللي جايه، طمنونا. فده كان على راس مطالبنا في المبادره ولسه بنطالب بيها لحد دلوقتي. كان في عندنا مطلب ده النائب العام. احنا لم نطالب بقاله النائب العام. احنا قلنا النائب العام منذ ان عين حتى هذه اللحظه اللي احنا فيها في مشكله داخل المؤسسه القضائيه. مع النائب العام في مشكله مساعدين النيابه وكلاء النيابه ومستشارين وقضاه، في مشكله داخل المؤسسه القضائيه. المشكله دي مستمره وفي خوف من ان ما يحصلش اشراف قضائي من مجموعه كبيره زي ما حصل في الاستفتاء اللي فات. النائب العام ان راى تغليب المصلحه الوطنيه يغلب المصلحه الوطنيه فيستقيل، مجلس الاعلى للقضاء يعين يختار ثلاثه والرئيس يختار واحد منهم، ان راى ذلك فله. لان احنا ما نقدرش نقيم نائب العام، لا الرئيس يقدر ولا اي حزب ولا القوى السياسيه تقدر، ما اقدرش. الامر راجع ليه هو شخصيا. الاليه الوحيده ان هو يستقيل والمجلس الاعلى للقضاء يعين يختار ثلاثه والرئيس يختار واحد منهم بالاليه اللي في الدستور. فما عنديش اليه، فانا ما طالبتش بقالته، كان بقول لا لو انت شايف المصلحه الوطنيه تقتضي ذلك نائب العام يبقى انت غلب المصلحه الوطنيه. لان الاشراف القضائي اللي جاي، ما احنا النهارده لما عملنا الانتخابات على اربع مراحل الكلمه اللي اتقالت ايه؟ اصل هم خايفين ان عدد القضاه ما يكفيش اسمع الاربع مراحل عشان ايه؟ العدد اللي هيشغل معاهم ايه؟ يمشي معاه في الاربع مراحل اللي نقلوا. مش ده اللي اتقال؟ ايوه اتقال كده. ما هو ما اتقالش اربع مراحل عشان لا ده من الحاجات المهمه قوي ان العدد اللي هيبقى من القضاه يشرف مش هيكفي على مرحلتين، فخليهم على اربع مراحل عشان ايه؟ نقدر ننقلهم من مكان لمكان. ده كلام اتقال. الكلام ده حقيقي ولا تشكيك ولا ولا ولا؟ وارد، كل شيء وارد. لكن انا شايفين ان المؤسسه القضائيه فيه مشكله جواها يعني محتاجه تتعالج، ودي راجع للنائب العام. فده كان مطلب من مطالب الامر الثالث، كان من اظهر المطالب بالنسبه للمبادره مساله تعديل بعض مواد الدستور. والكلام ده مش كلام حزب النور، ده الحوار الوطني الاول طلع بتوصيات مع الدكتور محمود مكي ان في بعض المواد عليها خلاف، نقعد نتحاور ونتفق على هذه المواد ونعدلها وتعرض على اول مجلس نواب، اول اجتماع مجلس النواب للنظر فيها بالاليه التي موجوده في الدستور. الدستور حدد اليه، هذه المواد تطرح على مجلس النواب عشان يشوفها. فدي كانت مطالب. هذه المطالب توافقت، انا عندي 15 مطلب منها هذه المطالب توافقت مع بعض القوى السياسيه في المجتمع، مع جبهه الانقاذ
ومع غيرها من القوى السياسيه الموجوده. فاتهمنا ساعتها ان احنا فينا كذا وكذا وكذا وجبهه الانقاذ او انتم معاهم كذا وكذا وكذا. كلام حزب النور لما وضعنا هذه المبادره كنا نعلم تماما ان احنا سنهاجم من بعض القوى السياسيه الموجوده في المجتمع. واحنا عندنا في الحزب يستوي عندنا المدح والذم. المهم عندنا مصلحه البلد، مصلحه الوطن فين؟ انا عملت المبادره دي وانا عارف ان في بعض هيشتمني والبعض هيثني عليا، بس انا كان همي الاساسي البلد تمشي لقدام، كان غرضي الاساسي مصلحه الوطن، مش مدح فلان ولا ذم فلان. ده اللي احنا كنا بنعمله وده اللي احنا لحد النهارده بنسعى اليه، ان احنا نخرج بمصر من هذه المرحله لبره الامان. البلد بتحترق، خلافات موجوده في المحافظات مختلفه، مشاكل موجوده في كل مكان، المشاكل دي محتاجه علاج. اطلع منها ازاي؟ طول ما احنا قاعدين كل واحد قاعد في معسكر بص للتاني مش عايز يقعد معاه، مش هنتحل. لازم نقعد ونتحاور، لازم مائده تجمعنا كلنا للحوار. فانا بطلب بكره القوى السياسيه جبهه الانقاذ او غيرها من الجبهات اللي كانت اعلنت من المقاطعه تاتي وتضع شروطها زي ما الدكتور معتز قال، حط شروط، حط اللي انت عايزه، واي شيء انت شايف انه اصلا يعمل مطلب منطقي حطه. ما تجيش تقول لي مثلا قيل النائب العام، انا لا املك ذلك ولا الرئيس يملك ذلك، طب انا اعمل ايه؟ ما تجيش تقول اصلا مش حاجه اقعد النائب العام يمشي، طب هشيله ازاي؟ ده مطلب هو راجع ليه هو شخصيا النائب العام، مش ليا انا ولا رئيس الجمهوريه ولا اي احد يقدر يقيله. الدستور كده. طيب حط شروط منطقيه واقعد، واتمنى استاذه الرئاسه الشروط طالما انها منطقيه توافق عليها عشان ندفع بالعجل الامان. انا يعني هل تسمح لي اطلب من حزب النور طلب صغير قوي؟ طب ممكن تطلبه بعد الاستراحه؟ انا تحت امر حضرتك. بعد الاستراحه الاعلانيه نسمع طلب الدكتور حلمي الجزار من حزب النور. تابعونا بعد الاستراحه الاعلانيه على الهواء مباشره.